هنا ده كده الاس اي نود. الاس اي نود موجوده في اللاترال وول اللي هي السوداء، النقطه السوداء موجوده في اللاترال وول اوف ذا رايت اتريوم، تمام، تحت الفتحه بتاعت السوبيريور فينا كافا او جنبها، يعني ايا كان نعتبرها ايه، تمام. طيب نيجي للاي في نود. الاي في نود اهي، دي الاي في نود جنب الاوبننج بتاعت الكورونري ساينس، يعني الاحمر ده الفتحه بتاعت الكورونري ساينس. هنا ده الاسود الاي في نود موجوده في السبتم. اوكي، يبقى الاس اي نود موجوده في اللاترال وول، تمام، جنب السوبيريور فينا كافا. هنا الاي في نود موجوده في السبتم قدام الكورونري ساينس، قدام فتحه الكورونري ساينس. هندخل في الانتر فينتريكولار سيبتم. الانتر فينتريكولار سيبتم دي الاي في باندل لغايه هنا، لغايه هنا المفروض السيبتال برانش، تمام. الاي في باندل تحت هتبدا تتفرع رايت وليفت، تمام، رايت وليفت اي في برانش، تمام. لو علمت لي هنا الكوندكشن البركنجي فايبرز، هنا بركنجي فايبرز بس كده. طيب الباراسمباثيك سبلاي، الباراسمباثيك سبلاي للهارت ايه؟ بالفيجاس نير، رايت فيجاس وليفت فيجاس. الرايت فيجاس بيدي الرايت ثراسيك برانش، انما الليفت ثراسيك برانش جاي منين؟ من الليفت ريكرنت لارينجيال نيرف، مش جاي من الليفت فيجاس، ماشي. طيب الكاردياك بلكسس هنا، ده مين؟ ده الليجامنتم ارتيريوزا اللي بيوصل بين البالمونري والاورتا، ماشي. لو علمت قدامه السوبرفيشال كاردياك بلكسس، وراه الديب كاردياك بلكسس، قدامه من هنا السوبرفيشال كاردياك بلكسس، من ورا الديب كاردياك بلكسس، بس كده.